جوج من ولاد تيمه، جوج من اساس، جوج من تالودان، جوج من ولاد برحيل. مزيان تكون لجنه مشتركه اللي تخرج واحد الثمن معقول مبني على الزاويه، مبني على الضربه والزاويه، باش ما يكونوش تلاعبات ديال الموزعين وديال الصماصيره. هذه اللجنه اللي دارت هي كانوا الصناصيره كيتلاعبوا بالمربيين ديال جهاز سوس مسا ديال جهه اكادير، كانوا الموزعين كيتلاعبوا كيخلوا اكادير كيطبوا ربع كي يشرو عندهم باش بغاو يعني. ولات الجمعيه فكرت باش دير واحد اللجنه مختلطه من تارودان ومن شتو كيدباها ومن اكادير، لجنه من كل منطقه منها جوج الناس ويعودوا يديروا واحد الثمن معقول تابع للسوق ديال الدار البيضاء مع الزاويه. ان احنا هنا اكادير كنتبعوا السوق ديال الزاويه، ملي كتخرج الزاويه ديريكت كيتبع السوق ديال اكادير. علاش كنديروا واحد الفرق اللي هو مناسب 10 ريال ولا درهم ديال الفرق ما بين اكادير والزاويه، باش السلعه ديال هنا تباع. ان الموزعين ملي كانوا شادين السوق كيديروا الفرق ديال جوج دراهم وجوج دراهم ونص، وكيديروا مع المربي ويخلوه يتسناو ويمشوا هما للزاويه فين يجيبوا السلعه، وكيخلوا اكادير كيطبوا ربا كيغلط فيه الدجاج ما كاين لا كيبغي السوق، واللي يشرو عنده بدرهم وجوج دراهم تحت ثمن الزاويه كيلعبوا به. والجمعيه فكرت في هذا المشروع هذا ديال اللجنه، والحمد لله خلق لجنه اللي هي تسهر على السوق ثمن معقول، دير واحد درهم ولا 10 دراهم ولا 30 درهم فوق الدار البيضاء فوق الزاويه، والزاويه كيتبعها جميع الاسواق المغرب. وحنا الشيء اللي كنديروا كندير واحد الفرق صغير باش حتى الموزع الا بغى يمشي يجيب السلعه من تما يعني، لكن السلعه انا ما يقدرش يمشي يجيبها على 10 دريال. الا كان شفنا حنا السلعه قليله هنا كنديروا ليه درهم ونص ولا درهم ولا درهم باش يمشي يجيب السلعه باش يقارنها مع الثمن ديالها كدير. هذا هو الدور ديال هذه اللجنه هذه. عين يعني الغلاء ديال الدجاج في هذه المرحله هذه كاينين عده عوامل. كاين مثلا كاين الغلاء، كاين المشكل ديال الحراره، لان تقريبا كنعرفوا مدينه اكادير هي اللي بارده حاليا في هذا الصيف ديال 2024. اما فيما يخص المدن الاخرى كل هذا فيها حراره، وكانت الوفيات ديال الدجاج عند المربي، والله يعوض اللي ضاع له شي حاجه الله يعوض ليه. يعني كاين المشكل عاوتاني ديال الاستهلاك اللي هو ربما كيضعف مرتين او ثلاث مرات ديال في هذه الوقيته في الصيف، لان كيكونوا مناسبات ديال الاعراس وكيكونوا مثلا مناسبات اخرى. وكاين مشكل ديال الغلاء ديال الفلوس، لان اليوم الفلوس راه كيوصل حتى ل 9 دراهم، يعني راه التكلفه راه هذا كيزيد يبين ان التكلفه كاينه طالعه في الدجاج، لان كنا كنعرفوا الفلوس ما كيتجاوزش 3 دراهم ونص، الا كان 4 دراهم ونص كاع الا كان غالي. اليوم راه كيوصل 9 دراهم، راه شيء غير عادي، وعاد تزيد عليها الاعلاف حتى هي، وزيد لي زيكسيسوار اخرين، يعني الاشياء المختلفه اللي كنضيفوها حنا من عندنا كتدفئه وكالفراش وكالعميل وكبزاف ديال الاشياء. وكاين في بعض الحالات اللي كنضطروا حنا كمربيين كنبيعوا باقل من التكلفه، كنضطروا باش نبيعوا باقل التكلفه الا كان المنتوج متراكم وكان يعني كان مثلا التراكم ديال المنتوج كثير، يعني راه كضطر باش تبيع باقل من التكلفه. وقضيه ديال الغلاء ديال الدجاج، انا كمهني كنشوف بان راه ما غاليش على المستهلك، لان ملي كتاخذ الدجاجه كاع مثلا كتاخذ الدجاجه ديال 2 كيلو ب 60 درهم راه ما غاليش. الا جينا نقارنوا الدجاج مع اللحم، واش نلقاو المقارنه ديالهم متقاربه؟ ما يمكنش. كذلك السمك، كذلك جميع يعني، وللاسف المستهلك دابا هو ملي كيجي كيبان لي غير الدجاج هو اللي خصو، ما خصوش يغلى، لان كانوا كياكلوا الدجاج كياكلوه مجانا، لان كاين بعض الاحيان اللي كياكل المستهلك من جيب المهني من جيب المربي، وجميع المنتوجات راه طالعين اليوم لواحد القيمه اللي هي مرتفعه. كالزيت مثلا، امتى عمرنا شرينا الزيت 100 درهم؟ راه واحد العدد ديال يعني كل شيء، المواد الاساسيه والمواد المياه والمواد الغذائيه راه طالعه في المغرب.
يعني باش انا كنقول المستهلك راه الدجاج ما غالي وما عندوش باش حتى الا كان غالي يعطيني البديل، يعطيني البديل ديال ديال هذا ديال الدجاج باش غادي يعوضوا، راه ما عنده باش يعوضوا. يعني الدجاج حاليا اللي كاين في عندنا اثمنه في اللحوم،